اجمل شيء للعالم وجورج بوش الحذاء اللي ضربه منتظر الزيدي على الرئيس بوش. مو معقولة. حلو شو تبادلتوا وكالات الانبار شو حطوا على هولي طلعت نافة وقتها كان جورج بوش مع رئيس الوزراء العراق شو كان اسمه مالكي نور المالكي على هولي شو اسمه بالمقابلات هيك كثير وقت الجزيرة اللي عملت كذا مقابلة معناها انه الله يصلح المنتظر الزيدي يمكن درجة رقم رجله 43 كان ياخذ بوطي 45 كان صابر 2 سوا بوش و ايه 2009 فوز الرئيس اوباما لرئاسة الولايات المتحدة اول رئيس من اصل اسود او هو من اصل زنجي ايه مهم ايه انفلونزا الخنازير طلعت لنا كمان انفلونزا الخنازير ايه و 2009 هي حلوه بدي اقول فيها انت اعلان احمد نجات باطلاق اول قمر صناعي ايراني بنفس النهار احدى الجرائد الخليجيه ايه عملوا حطوا نبأ انه صنعنا اكبر منقوشة زعتر بالعالم دخلنا فيها موسوعة غينيس لك يا جماعة اللي بده يسوي أكبر منقوشة ولا صعود ولا علم عم تتقدم طائرات صناعتهم غواصات صناعتهم نحن أكبر منقوشة زعتر بالعالم 2010 محاولة كسر الحصار على غزة وهجوم البحرية الإسرائيلية على السفينة التركية اللي عم تحاول بكسر الحصار وعم يطالبوا وقتها أسطول الحرية مطالبة بفك الحصار على غزة هي 2010 فيضانات باكستان وحرائق موسكو هي رهيبة تبديل المناخي اللي عم يصير آخر شيء بتذكر يعني أثرت كمان وحلوة ومؤتمر حسن نصر الله وتوجيه وقتها للضرب المحكمة الدولية في قضية اغتيال حريري وعرضوا وقتها صور اللي كان يمسها بس الطائرات التجسسية الإسرائيلية تمرق في لبنان وعرضوا تقريبا بيتهم وطلب من المحكمة انه تركز على هذا يلي عرضوا هاي سيدي حاشي بس دخن السيجارة يعني سمحت لنا بعدين دخن لا دخن ايه شو دخانك هلا شو كنت تدخن قبل انا بجيتان هلا دخاني قبل شو كان قبل كان لوكي ستايل وليش غيرت غيرت على مبدأ انه
قاطع البضائع الأمريكية، عرفان إنه ما حتتأثر أمريكا إذا دخلت إذا وقفت عن دخان لوكي سترايك، بس نفسياً عم لاقي حالي مرتاح. هلا شوف صحيح لما يضيفوني مالبورو وينستون يكون أحياناً آي جورج بدخل مالبورو أو وينستون بيشتري اثنين بيجي بده يبطئ الدخان بياخذها بدخنه وأنا بدي بطئ الدخان ما بدخنه وكيكس افتقد انه والله مقاطع امريكا صار عمرك 70 سنة 70 وكم يوم كمان وكل الاحداث شو حسيت اللي شفتها بكل عمرك الاحداث اللي شفتها بكل عمرك هال 70 سنة شو حسيت ولا فيلم اكشن